هاي انا رزان، اليوم رح نحضر سوا مغمور. في ناس كمان بقولوا لها مسقعه بطريقه كتير سهله وطيبه، هي من المقبلات اللي تعتبر لبنانيه. يلا نبلش. الخطوه الاولى رح نقشر الباذنجان، شلنا الراس. رح بلش قشرها، حاولت شوي خلي هيك الزيوح هيدول بيعطوا شكل حلو للباذنجان لما ينقلها. هلا رح قطع الباذنجان لمربعات، خلينا ما نصغر كثير القطع لانه الباذنجان اجمالا بدوب لما نرجع نقليه مع تتبيلته، فانا بدي حبه الباذنجان تضل تبين، عم قطعها بطريقه وسط مش صغيره. طيب تكتروا باذنجان لانه طعمته كثير طيبه. هيك بتكون خلصت الخطوه الاولى. الخطوة الثانية رح احضر كل المكونات حتى بس لبلش بالطبخة كله يكون جاهز. انا هون عندي بصلتين صغار، اذا عندكم بصلة بحجم وسط او كبيرة فيكم تستعملوا حبة واحدة، انا استعملت اثنين لانه اثنيناتهم صغار. رح اقشر البصل، رح اقص البصل جوانح رفيعة. هلا البصل عندي صار جاهز، رح احطه بصحن وحضره على جنب. بعدني بالخطوة الثانية، أنا بحاجة لثلاث حصوص ثوم رح أقشرهم. هلا البصل بضل في شوية إجماع عليه بالأكل إذا بين، بس الثوم ما كتير. حقطع الثوم لمربعات كتير 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 صغيرة يعني ما فينا نشوفها. هلا رح أقطع البندورة، رح أقطعها مربعات كبيرة لأنه هيدي رح أقليها مع البصل والثوم. لجوانح قطعت ثلاث حصوص ثوم بطريقه كثير صغيره مش حيبينها ابدا بالطبخه، كمان قطعت راس بندوره لمربعات وسط. بالخطوه الثالثه انا بحاجه لبلندر، رح جيب ثلاث روس بندوره ورح احطهم بالبلندر. الخطوة الرابعة حميت الزيت وبدي بلش اقلي الباذنجان، بس ليحمى الزيت رح سقط الباذنجان. من بعد ما حمي الزيت رح بلش حط الباذنجان. ما كتير نقلب الباذنجان هو عم ينقلق، خليه لحاله ياخد وقته لانه بدي الحبة تضلها هي زيتها ما تفرط. عم قلب الباذنجان بشوكة ما كتير حدقيقهم حتى ما يفرطوا معي، لانه بتعرفوا بس يطرى الباذنجان بيفرط. المغمور او المسقعه بيتقدموا كمقبلات لبنانيه بالمطاعم. عم حضركم شويه مقبلات حتى اذا كان عندكم عزايم او هيك جمعات بالبيت ما تحتاروا، تفوتوا على التشانل اللي عندي او على القناه وتنقوا الفيديو اللي بدكم اياه وتطبقوا الفكره اللي عطيتكم اياها. انتوا هول الزيوح اللي انا تركتهم انا عم اقطع الباذنجان، هون رح يعطوني منظر كتير حلو انا عم اقدم صحن المسقعه او المغمور. دايما عم بقول الاسمين لانه كثير بتختلف التسميه بين ناس وناس، ناس معروفه عندها بالمغمور وناس معروفه بالمسقعه. رح احضر الصحن اللي بدي شيل فيه باذنجان، بس رح احط ورق كلينكس لينشف الزيت. مقلى الباذنجان ما بياخذ وقت، بعشر دقائق بكون طالع عنا اطيب مقلى باذنجان. عبين ما يخلص المقلى الثاني للباذنجان، هيك عم تقلوا باذنجان، رح اعطيكم فكره ثانيه تقدموا كمان مقبلات، نوع من انواع المقبلات اللي كثير يمكن في ناس تستغربها بس هي كثير طيبه. انا بحاجه لحبه بندوره، رح اقطعها لمربعات كثير صغيره، شقفه كثير صغيره من الفليفله، كمان رح اقطعها مثل ما قطعت البندوره. رح اخذ كم قطعه باذنجان بعد ما صفيتهم من الزيت. رح احط البندورة اللي قطعناها صغير، رح زيد الفليفلة، رشة فلفل اسود، رشة ملح صغيرة، مع ملعقة كبيرة تقريبا دبس الرمان. رح زينهم بكم حبة رمان. شو رأيكم بهالصحن المقبلات يلي طلع معنا لا على البال ولا على الخاطر؟ وهلا خلص المقلى الثاني الباذنجان. هلا الخطوة الخامسة حنبلش بالمغمور. رح حط ملعقتين كبار زيت زيتون، مثل ما قلنا قطعنا البصل جوانح، رح قلي البصل على نار خفيفة، كتير مهم البصل تضل شكلها حلو
كرمال هيك بقليها بس لتدبل قبل ما زيد الثوم، لانه لما يتقدم المغمور البصل وهلا بس لزيد الحمص هن اللي حيعطوا هيك المنظر الحلو للمغمور. قليت البصلة تقريبا لمدة 3 دقايق بس لتدبل رح زيد الثوم المقطع صغير. ريحة الثوم والبصل بس ليتقلوا مع بعض بيعطوا هيك ريحة غير شكل. برجع بقول النار كثير هون خفيفة، ما بدي لا الثوم ولا البصل يحترق، بس بدي يتقلوا مع بعض وتتجانس طعمة البصل مع الثوم. أنا بحب استعمل البصل الهندي مع الأكل لأنه بيعطي لون حلو، مثل ما هيك شايفين ميلين على موف أكثر من البصل الأبيض، بس الطعمة هي ذاتها. بعد ما قليت تقريبا لمدة دقيقتين الثوم والبصل مع بعضهم رح زيد البندورة المقطعة. بندورة وبصل وثوم مع زيت زيتون، شو بدكم أحلى من هالطعم وأحلى من هالريحة؟ البندورة اللي عملتهم مع البلندر حيعطوها لون أكثر للمغمور، بس هون البندورة القطع، عندي بندورة حبة وحدة قطعتها هيك شكل مربع، كمان حتعطينا هيك منظر حلو لصحن المغمور. رح ضيف نص علبة حمص حب، فيكم تضيفوا علبة كاملة، فيكم ثلاث ارباع علبة، حسب انتو قد ايه بتحبوا الحمص، ما ضروري ننقعه، حمص هوني ما بده نقع بالمغمور. في ناس بتحب الحمص كتير، ناس ما بتحب، انا صراحة ما كتير بحب الحمص بالاكل، بس ضفت نص لهيك تعطيها طعمة طيبة. هلا حاتركن شوي، ما بدي ضل عم حرك بالملعقة لحتى ما تفرط حبة الحمص. رح ضفنهم 3 حبات البندورة اللي عملتهم على البلندر. رح زيد ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونص ملعقة صغيرة ملح، ورح قلبهم مع بعضهم لحتى تتجانس البهارات مع البندورة وعصير البندورة والبصل والثوم. رح زيد ملعقة كبيرة معجون البندورة أو الصلصة، ورح حركهم مع بعضهم. بس يبلشوا يغلوا مع بعضهم رح خفف النار وزيد الباذنجان. بس لينزاد الباذنجان بدي حرك بالشوكة، ليه؟ حتى ما يفرط الباذنجان بالملعقة حيفرط. حأتركهم تقريبا لمدة دقيقتين وطفي عنهم النار. بنفس المكونات قدرنا نعمل نوعين من المقبلات، عملنا مغمور او مسقعة، وكمان هيدي من الرزانيات. حطينا قطع باذنجان، حطيت عليهم رشة بندورة مقطعة مربعات، رشة فليفلة مقطعة مربعات، مع شوية بهارات على ذوقكم، ورشة رب رمان. هلا حدوق انا وياكم، والمغمور شكله بشهي وريحته بتاخد العقل. رح بلش دوق المغمور لانه هو الاساس اللي بدنا نعمله. كنا رح اخذ قطعه باذنجان، شفتوا مثل ما قلت لكم بالطريقه اللي عملناها دلت قطعه الباذنجان مثل ما هي، ما تغير شكلها واعطى منظر كتير حلو للصحن. رح اخذ حبه حمص، واخذت هون حر شوي، شو كمان بدنا ناخذ؟ يلا رح اخذ بصله كمان. الباذنجان طري بتجنن، مع انه الحبة مثل ما هي ضلت، مع هالصوص البندورة اللي حطينا لها بهارات، مع هالقطعة الحرية اللي عطتها النكهة الطيبة، شي يؤكل بالشكل. وهلأ رح ندوق النوع الثاني من المقبلات، مع انه هني مثل بعضهم اخوة. رح اخد حبة باذنجان، رح هيك مرقة الطريق على هالدبس الرمان. رح اخد بندورة، طعم جديد للباذنجان، باذنجان مع دبس الرمان وبندورة فريش وفليفلة لون وطعمة تؤكل، مع هالرشة الرمان الغير شكل. بنصحكم تجربوها، وألف صحة.